أصعب إحساس بالدنيا ممكن تحسه من تعرف شخص تحبه أنت هواية يروح وبعد ما يرجع لك وأنت تنتظره. أنا أدري أنت ما تجي وباقي أنتظرك، هذا شعور جدا مؤلم، أنه أنت ما ظنيت في يوم من الأيام أنه هذا يعوفك. ممكن الناس كلها تعوفك وهو ما يعوفك، لأن ظنيت بيه ظن جميل جدا، بالتالي خيب ظنك، بالتالي كسر خاطرك. الإيد ممكن تنكسر تصلح، ولكن إلا الخاطر من ينكسر ترى ما يصلح. انطيني علاج لكسر الخاطر، بكلمة واحدة تكسر ألف قلب، وألف كلمة ما تصلح قلب واحد. وأنا اليوم أنتظرك وأدري أنت ما تجي، بس باقي أنتظرك، بس يمكن لقيت الأحسن من عندنا، يمكن لقيت ناس هواي يحبوك أكثر منا شغلت بيهم، بس أبشرك ورا فترة ما يدومون. أكو شخص يحبك حب كبير جدا ومن ثم ينسحب انسحاب كبير جدا، إلا إحنا نحبك ونظل نحبك للدوم، بس أنت للأسف فضلت الغير علينا. إلك مبروك وألف مبروك بيهم يا الغالي. ألف مبروك والباقي بحياتك، ما ترى تسمح نسويه، تفتح بابك وتفرح شماتك، يزفونك وموت فاد ميسير، شوف اش قد محبتك، أموت أنا ويا زفتك، شوف اش قد محبتك، أموت أنا ويا زفتك، تغلى الروح بس أكثر غلاتك وابقى المني دا ما صرت لي.